حوالي 20 أو 30 كيلو متر. إن شاء الله يكون بهذا الطريق مستمر إلى مدينة بوسعادة. إذا إن شاء الله على أي حال فالمشروع موجود، حتى ولو الطريق مش مكتمل 100%، يعني القضية أنه المشروع هذا موجود والطريق موجود، ولكن ما زالت بعض الأجزاء ما زال ما انتهاش، سواء في طريق تحت قيد يعني الإنجاز، وسوف تنتهي الأشغال بها في المستقبل القريب يعني. إذا هذا هو، خليكم تابعوا الفيديو حول هذا الطريق السريع بين إذا جلفة وبوسعادة على امتداد 106 كيلومترات.
من الطريق ينتهي هنا عند وادي المويلح، وعلى مستوى المدينة هنا. لكن نشوف نزيد نافونسي ونشوف. شفنا المحطة تاع